مستمرين معكم جون 2018 بيبر 3 رانك 1 والسؤال الخامس. السؤالين يا جماعه عن الباور ستيشنز في منطقه الورك ان جي ام باور، بيتكلم بالاخص على الجيوثيرمال باور ستيشن. كيف يعمل الجيوثيرمال باور ستيشن؟ المايه جماعه بتنزل هنا ساعه او مش ساعه يعني عاديه يعني تمام، فبتبدا الصخور السخنه اللي هنا تخلي المايه تسخن، فبتوصل لمرحلة يا جماعة ان هي تبخرها تعدي البويلينج بوينت، فتبدأ المية تطلع هنا از ستيم. الستيم بقى يدور توربين، والتوربين يشغل جنريتور، والجنريتور يولد الكتريستي. ده ممكن دي تكون اوضح شوية. الكولد ووتر يا جماعة ينزل كده، الخزان ده بيكون قريب يا جماعة من الصخور السخنة. يعني طبعا يا جماعة دي بتبقى مسافة طويلة جدا، يعني مش 3-4 متر، لا ده مئات وممكن تكون الاف المترات تحت يا جماعة. تبدأ المية تسخن وتتبخر وتطلع كستيم هنا. الستيم يا جماعة يدور التوربين، التوربين يشغل الجنريتور، الجنريتور يولد إلكتريسيتي. تمام، هو عايزني بقى أرتب الأحداث دي. أرتب الأحداث دي لما الكولد ووتر از بومبت، مين الأول؟ طبعا يا جماعة ستيم توربين تيرنز توربين، بالتالي دي في الآخر شوية، دي لسه مش هنا. هوت أندر جراوند روكس هيت كولد ووتر، لما الكولد ووتر بتنزل تحت الماي ال 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 الصخور الساخنه بت ايه بت 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 بتسخنها. تمام، طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ذا توربين سبينز ا جنريتور. انا شايف ان الجنريتور ده يا جماعه في الاخر خالص. طيب هوت ووتر رايزز تو ذا سيرفيس، يبقى بعد ما الميه بتنزل الصخور الساخنه بتسخنها، فبتعمل الووتر بيطلع لفوق. الهوت ووتر برودوسز ستيم، بعد الستيم يا جماعة أظن أن الستيم هيدور التوربين. تمام، وبعد كده أكيد التوربين هيشغل الجنريتور، وأخيرا يا جماعة الجنريتور يولد. يبقى هي دي الترتيبة الصح يا جماعة QSPR، وتقدر تطلع على هنا إيه هي Q وإيه هي S. دي يا جماعة يعني سكيم أو الخطوات تشغيل الجيوثيرمال باور ستيشن. بيسألني بعد كده يا جماعه عن ادفانتجز وديس ادفانتجز. الحقيقه يا جماعه دي انا يعني انا وجهه نظري انك مضطر تحفظها. تمام، طبعا ميزه الجيوثيرمال ان هي كونتينوس سبلاي، يعني لا بتعتمد بقى الجو حر الجو برد، الدنيا مش عارف بتمطر ما بتمطرش، في شمس ما فيش، لا بتديني كهرباء بشكل مستمر. تمام، طيب تقدر تقوله داز نوت ديبند، بالمناسبه تقدر تقوله داز نوت ديبند اون ويذر. طب ايه عيوبها بقى؟ مش اي مكان ينفع يتعمل فيها يا جماعه جيوثيرمال باور ستيشن، فهي اونلي افيلبل ان سيرتن ايريز. لازم تكون يا جماعه اللي لازم تكون قشره الارض فيها يعني رفيعه عشان ما نحفرش كتير يا جماعه، لاني لازم اوصل للماجما السخنه دي اللي هي الصخور الساخنه دي بسرعه. تمام، طيب ايه كمان يعني مده صلاحيتها او الفتره اللي هي بتستخدم فيها بتكون ايه؟ بتكون قليله جدا. فبنقول الراجل هنا ادفانتج بيقول لي كونتينوس سبلاي، ستيدي سبلاي، او ريفرس ارجمنت، يعني اي بقى ايه كلام هتقوله في هذا الشان. تمام، ديس ادفانتج اونلي افيلبل ان سيرتن ارياز، يعني متاحه في اماكن معينه اللي بتكون فيها القشره الارضيه رفيعه. ما اعرفش بقى نير يعني جايب شويه حاجات بقى ثانيه، وكان دامج ووتر تيبل، يعني ايه انا مكتفي يا جماعه بالجزئيه اللي في الاول اللي هي only available in certain areas وعمرها الافتراضي قصير. دي لو حبيت انا ارجح كمان انك تحفظها بهذا الشكل.